أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم عن غزوة الخندق التي نصر الله المسلمين فيها نصراً مؤزراً، وقد بشر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بعد هذه الغزوة، غزوة الخندق، أن المسلمين يغزون قريشاً ولا يغزون، ولله الحمد. اليوم عندنا غزوة بني قريظة. لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وافياً بعهده، ما يعاهد عهداً إلا ويفي به. ولذا عاهد اليهود لما دخل المدينة وكلهم نقضوا عهودهم. بنو قريظة كيف نقضوا العهد؟ لأننا ينبغي لنا أن نعرف أسباب الغزوات، نعرف أسباب الغزوات ونعرف الانتصارات التي كانت عند المسلمين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بني قريظة ما هي أسبابها؟ أسبابها أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لما جاءهم اليهود وطلبوا منهم أن ينقضوا العهد وأن يحاربوا رسول الله، أجابوهم إلى ذلك. ولذا نحن الآن نقرأ غزوة بني قريظة. بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود. يقول والمؤلف رحمه الله: نهض صلى الله عليه وسلم من وقته إلى بني قريظة، وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر، وكان قد دخل وقتها إلا في بني قريظة. فراح المسلمون أرسالاً، وكان منهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، إنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة، فلم يعنف واحدا من الفريقين صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، نحن نعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالإعلان، إعلان الذهاب إلى بني قريظة، ووقت العصر قد دخل، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في ديار بني قريظة. لكن المسلمين اختلفوا إلى قسمين: قسم صلى في الطريق، وقسم لم يصلي إلا في ديار بني قريظة. من هو المصيب من هؤلاء؟ كلهم على خير، كلهم على خير، لكن من هو المصيب؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في المصيب منهم. ولذا قال ابن حزم رحمه الله
من علماء الظاهرية، وله كتاب عظيم اسمه المحلى. ابن حزم رحمه الله يقول: هؤلاء هم المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون، هؤلاء هم المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون. وعلم الله أنا لو كنا هناك، يقول ابن حزم، أنا لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. سمعتم كلام ابن حزم رحمه الله؟ ظاهري، يأخذ بظاهر الأوامر. يقول: لو كنا في ذلك الوقت لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. لماذا؟ لأن الرسول قال: لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يقول ابن كثير رحمه الله، انظروا يا إخوان أدب علمائنا رحمهم الله، مؤدبين. قال ابن كثير: أما ابن حزم فإنه معذور، لأنه من كبراء الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص. ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين. فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح، ومن يقول بأن المصيب واحد وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الحق واحد، الحق لا يتعدد. ولذا يقول: وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر. إذن ما هو ترجيح ابن كثير؟ من هو المصيب؟ هل المصيب الذي صلى في الطريق أو المصيب الذي صلى في بني قريظة؟ يقول ابن كثير رحمه الله: نقول وبالله التوفيق، الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السب، لأنهم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهو الصحيح المقطوع به إن شاء الله من 14 قولا، والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها. وإذا صلاة العصر يا إخوان مهمة، صلوا كل الصلوات مهمة، لكن المحافظة على صلاة العصر مهمة جدا جدا جدا. ولذا نجد الشيطان يحرص كل الحرص على تأخير الموظفين لصلاة العصر، يأتي الموظف وينام ويترك صلاة العصر تغرب الشمس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأن فقد أهله وماله. ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على صلاة العصر. والمحافظ على صلاة العصر أيضا من البشائر يا إخوان في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فحافظوا على صلاة العصر، ومروا أبناءكم أهليكم بالمحافظة على صلاة العصر. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله أن الذين صلوا العصر في وقتها هم المصيبون،
الذين صلوا العصر في وقتها هم المصيبون. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق لشغل الجهاد والظهر أيضا كما جاء في حديث رواه النسائي، فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها نسيانا فقد تأسف على ذلك، حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال: والله ما صليتها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملا الله أجوافهم وقروب وقبورهم نارا. الحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنيين، فلهم الأجر مرتين، والآخرون حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عن جميعهم وأرضاهم. إذن هذا ترجيح ابن كثير رحمه الله، وأن الذين صلوا العصر في الطريق هم الذين على صواب، لأنهم صلوا العصر في وقتها وحافظوا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول، انظروا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يعمل الأسباب، كل الأسباب التي تؤدي إلى نجاح المهمة يعملها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. كم المدة التي حصل الرسول عليه الصلاة والسلام فيها؟ 25 ليلة. وعرفنا يا إخوان أن اليهود من شدة رعبهم وخوفهم دائما ينزلون في حصون قوية منيعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقذف الرعب في قلوبهم. فكن مؤمنا صادقا وعد العدة وأبشر بالنصر، أبشر بالنصر. ولذا لما حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة، قام رئيس اليهود وقال وجمع اليهود، جمعهم في حصن من الحصون وقال لهم: عندي 3 خصال. رئيس اليهود جمع اليهود في الحصن لما طال عليهم الحصار وقال لهم، اسمه كعب ابن أسد، قال: عندي 3 خصال نريد أن نعملها، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه. هذا اقتراح من رئيسهم، من رئيس اليهود، قال: تسلمون تدخلون في دين محمد. ونحن نعرف أن الذي يسلم الرسول لا يقتله، الرسول يتركه، إما أن يسلموا ويدخلوا في مع محمد في دينه، وإما الحل الثاني أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو أنهم يخلصوا ليصيبوا بعض الأولاد والنساء. الحل الثالث قال: يهجمون على رسول الله وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شرهم. هذه الحلول التي قدمها لهم سيدهم، لكنه قالوا
كل هذه لا نوافق عليها، لا نوافق عليها، لا نوافق على هذه الاقتراحات. وكان قد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا الذي كان يؤلب قريش ويؤلب غطفان ويؤلب قبائل اليهود، ومنهم هؤلاء الذين قال لهم انقضوا عهد محمد عليه الصلاة والسلام، اشترطوا عليه أن يبقى معهم في الحصن. فكان موجود معهم حيي بن أخطب. لما انصرفت قريش دخل معه، لأنه قد كان أعطاهم عهدا بذلك حتى نقضوا العهد، وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، وقال له علي رضي الله عنه: لا تقرب منهم يا رسول الله، خشية أن يسمع منهم شيئا. فقال: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا. فلما رأوه لم يستطع أحد منهم أن يتكلم بشيء. إذن ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الحصار هذه المدة الطويلة؟ أرسل إليهم أحد الصحابة اسمه أبو لبابة ابن عبد المنذر الأوسي، والأوس كانوا حلفاء هؤلاء اليهود، كانوا حلفاء هؤلاء اليهود، لأن هؤلاء كانوا حلفاء الأوس. فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون، رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى أن ننزل على حكم محمد؟ ماذا قال لهم؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه. يعني ما هو، ما معنى الكلام هذا؟ قالوا: ترى ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، انزلوا على حكم محمد. لكنه لم يتكلم، قال هكذا. يعني ما معنى هذا؟ حكم محمد القتل، حكم محمد القتل رضي الله عنه. وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. لكنه ندم على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعا، لم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بساريات المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. يا إخوان، شوفوا رقة الصحابة ومحافظتهم على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وخشيتهم من الله عز وجل. فقط ليست كلمة، وإنما هي إشارة. ندم عليها، ندم وتاب. فكيف بنا نحن يا إخوان؟ نعمل الأشياء الكثيرة ولا نتوب ولا نندم. ولذا كان رحمه الله بقي رابطاً نفسه في المسجد حتى تاب الله عليه. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم حينئذ ثعلبة وأسيد أبن سعية وأسد ابن عبيد، وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنظير. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي، فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. إذن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟
جاءت الأوس خلفاؤهم من المسلمين، جاءت الأوس قالوا يا رسول الله قال فعلت في بني قينقاع ما فعلت، يعني بنو قينقاع فعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكله وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجابه وقد وطأوا له على حمار، وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة، فلما دانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت. قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي حكم سعد، واليهود رضوا حكم سعد. ما هو حكمه؟ أنتم تعرفون سعد هو من اللجنة الذين أرسلهم الله عز وجل في لما كان حصار الأحزاب، أرسلهم إلى اليهود، فلما جاءهم وقرأهم نقضوا العهد سبهم وشتمهم وسبوه وشتموه، فسعد رضي الله عنه قال إني أحكم لهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم ومن لم يكن أنبت ترك، فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800، حفروا خنادق حفر وضربوا رؤوسهم ما بين 600 إلى 700. هذا التاريخ يدرسونه الآن في الجامعة العبرية في فلسطين، وأبنائنا لا يعرفون تاريخ المسلمين، لو سألتهم عن هذه الغزوات ما يعرفون عن معناها شيء. لماذا؟ لابد يا إخوان أن نعرف، لأنه مدسون على المسلمين ويقول إن المسلمين مجرمين، المسلمين ليس عندهم رحمة. سبحان الله، قبيلتين أعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبيلة لأنهم خانوا العهد قتل منهم 700 فقط والباقين سباهم واعتقهم. يا شباب المسلمين اعرفوا تاريخكم المجيد واعرفوا أسباب الغزوات، لأن معرفة أسباب الغزوات هي أساس النصر، أساس النصر واتباع تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا قال لي أحد الإخوان والله أعلم
أن غزوة بدر، غزوة بدر وخروج الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤال العيون يدرس هذا في الكلية الحربية في بريطانيا، هكذا قال بعضهم والله أعلم. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف تاريخنا المجيد ونعمل به، وخاصة السياسيين، السياسيين منا لا بد أن يعلموه. وذلك ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل من النساء أحد، ما قاتل من النساء أحد إلا امرأة واحدة، امرأة واحدة قاتلها وهي امرأة الحكم القرظي. لماذا قتلها؟ لماذا قتلها؟ لأنها قتلت أحد المسلمين، كان جالسا تحت جدار ورمت عليه حجرا وقتلته، فقتلها الرسول عليه الصلاة والسلام به، ثم قسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه حين أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. وحرب قريش انتهت، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجرت عليه، فمات منه رضي الله عنه، وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: هو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وارضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنهم أجمعين. انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في المعارك لا يحب أن يكثر من القتل، فانظروا كم عدد الذين قتلوا في الخندق، وعدد المحاربين 10,000، وعدد المسلمين 3,000، وأيضاً حصار بني قريظة كلهم لا يتجاوزون 10 من المسلمين الذين قتلوا واستشهدوا في ذلك. ولذا كما قلنا كلما انتهينا، وهذا ينبغي أن يكون طريقنا، إذا قرأ الإنسان شيئاً من الغزوات يفكر ما هي الدروس والعبر التي يستفيدها منها. ولذا غزوة بني قريظة نستفيد منها من الدروس جواز قتل من نقض العهد، وأيضا جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم كما في تحكيم سعد بن معاذ، أيضا مشروعية الاجتهاد في الفروع ورفع الحرج إذا وقع الخلاف في ذلك، إذ لكل مجتهد نصيب. ولذا عرفنا الخلاف العلماء رحمهم الله في الصحابة الذين صلوا في بني قريظة أو الذين صلوا في الطريق. فيه أحد اليهود كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، وكان يحرض على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو رافع، أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق، هو وكعب بن أشرف ألد الأعداء من اليهود للمسلمين جميعا، ثم انتقلت هذه العداوة إلى اليهود حتى الآن،
بين المسلمين وبين اليهود. لكن كعب بن الأشرف الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له مجموعة من الصحابة فقتلوا. أيضا رافع أبو رافع سلم بن الحقيق لما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف عدو الله على يد رجال من الأوس. كان أبو رافع من ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. إذن ما هو الحل؟ الخزرج يا إخوان ينافسون قبيلتين الخزرج والأوس، كانوا أعداء لكن في الإسلام كانوا إخوان، فكانوا في الإسلام يتنافسون. يعني قبيلة الأوس قدمت عمل جليل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الخزرج وقال نريد أن نقدم مثل عملهم، هم قتلوا كعب بن الأشرف، نحن نريد أن نقتل أيضا سلام بن أبي الحقيق، ولذا رغبوا في قتله طلب المساواة الأوس في الأجر، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم، فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلوه ثم رجعوا إلى رسول الله. هؤلاء الستة كل واحد منهم يقول يا رسول الله أنا قتلته، كل واحد منهم يقول يا رسول الله أنا قتلته، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله حكيم يا إخوان، رسول الله عليه الصلاة والسلام حكيم، قال أروني أسيافكم. كل في الليل، كل هذا العمل في الليل، أروني أسيافكم. فلما روه قال لي سيف عبد الله ابن أنيس هذا قتله. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أرى فيها أثر الطعام. انظروا يا إخوان أثر الطعام. كانوا قديما عندهم ذكاء، العرب عندهم ذكاء، وعرفنا أيضا في سبب سلامة قافلة قريش التي كان يقودها أبو سفيان، كان من سبب سلامتها أن أبا سفيان وجد بعر الإبل فلما فتح وجد فيه نوى، فقال هؤلاء من المدينة ارجعوا عن الطريق. ولذا كانوا أذكياء يا إخوان، يستعملون السياسة الجيدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قتله، وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول قطني قطني، يعني حسبي حسبي. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا بني لحيان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة
على الصحيح قاصدا بني لحيان. لماذا؟ لماذا غزا بني لحيان؟ ليأخذ بثار أصحاب الرجيع الذين قتلوهم. هم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم قراء يعلمونهم القرآن الكريم فقتلوهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يريد أن يأخذ بثارهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سار إليهم حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو موجود في طريقنا إذا ذهبنا إلى المدينة، مكتوب وادي غران، يعني هو قريب من عسفان. فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم وركب في 100 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين، ثم قفل إلى المدينة. ثم أغار بعد قدومه إلى المدينة بليالي عيينة ابن حصن. انظروا يا إخوان، هؤلاء المشركون والأعداء لا يتركون المسلمين، لا يتركونهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يحاربهم بطريقة سهلة ويسيرة، وهي توسيع حدود الدولة الإسلامية. هذا عيينة بن حصن غار، هو من بني غطفان، أغار على إبل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغابة، فأخذها وقتل راعيها، وأيضا قتلوا الراعي وأخذوا امرأته. فكان أول من أنبر بهم وعرفهم سلمة بن عامر بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه رجل سريع يسابق الخيل رضي الله عنه، وهو شاعر أيضا. ثم انبعث في طلبهم ماشيا، وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع يعني يوم اللئام، يوم اللئام. ثم إنه رضي الله عنه استرجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وصل الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز ابن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة وتحول على فرسه، فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس. وكانت المحمود ابن مسلمة، وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نذرت إن الله نجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. هذه مسكينة كانت تظن أن نذرها صحيح، لكن نذر ابن آدم لا بد في الذي يملك. هذه الناقة لرسول الله لا تملك نحرها، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر.
ولعل هذا هو الصحيح. هل تعرفون شيئا عن غزوة المريسيع؟ المريسيع قليل. هل تعرفون شيئا عن غزوة بني المصطلق؟ بنو المصطلق من خزاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس؟ 10 ولا 20؟ ها؟ كثير. الحمد لله، الحمد لله، أبشروا بالخير. من صلى علي واحدة صلى الله عليه ب10، صدق. الله يصلي عليك 10، الله يذكرك من فوق 7 سماوات 10 مرات، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام غزا بني المصطلق، بنو المصطلق من خزاعة، غزاهم في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5، لكن الأول صح وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي، فغار عليهم وهم غارون على ما إلاهم يقال له المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسب النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ، ما هو شعار المسلمين؟ أمت أمت. وفي رواية أخرى يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت، شعار، كلمة السر، كلمة السر للمسلمين في الجيش علشان يعرف بعضهم يعرف بعض. إذا قال أمت عرفت أنه مسلم، يا منصور عرفت أنه مسلم. ولذا كان شعار المسلمين يا منصور أمت أمت، وبعضهم يقول أمت أمت بدون يا منصور. وكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس، ثابت ابن قيس ابن شماس. من يعرف شيء عن ثابت ابن قيس ابن شماس؟ صحابي جليل، هل تعرفون عنه شيئا؟ له قصة جميلة، له قصة جميلة. هذا قيس بن ثابت بن شماس كان رجل قصير، لكنه رجل فصيح متكلم، أعطاه الله فصاحة وكلام، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء وفود يأتي بشاعر مثل حسان بن ثابت، ويأتي بمتكلم يتكلم يرد على هؤلاء الوفود، وكان ثابت أيضا من الذين يتكلمون. في يوم من الأيام تقول امرأته نظرت إليه وهو مقبل مع مجموعة من الصحابة، فرأته أقلهم قامة، يعني صغير، هم طوال وهو قصير، وكان منظره غير سوي، يعني منظره أسود أو يميل إلى السواد. تقول كرهت النظر إليه، فكرهته. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا أكره فلان ابن فلان، لا أريده، لا أريده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو تردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، لأن كان أعطاها المهر حديقة، أردها وزيادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلقها، أمره أن يطلقها. ولذا هذا كما يقول العلماء أول خلع، أول خلع كان في الإسلام،
ولذا نحذر أنفسنا وإخواننا ونساءنا من النظر في التلفاز. امرأتك تنظر في التلفاز وترى ناس أحسن منك، تقول أنا ما أريد زوجي. ترى شباب في التلفاز صورهم جميلة، تقول أنا ما أريد هذا، فيكون سببا في الفراق. لا تنظروا إليه، اتركوا التلفاز. أو أن الرجل ينظر في امرأة جميلة ويعافو امرأته. ولذا لا ينظر الإنسان إلى المرأة الأجنبية ولا تنظر إليه، كما قالت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام: خير للمرأة ألا تنظر إلى الرجال الأجانب ولا ينظرون إليها. فالمهم يا إخوان أن ثابت ابن قيس ابن شماس كاتب هذه المرأة. ما معنى كاتبها؟ ما معنى كاتبها يا شباب؟ أيوة، اعتقها على مبلغ معين، الكتاب على مبلغ معين. يعني مثلا أنا أعتق فلانة أو أعتق فلان على أن يدفع لي كل شهر 1000 ريال، فهو ثابت كاتبها واعتق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الكتابة وتزوجها فصارت أم المؤمنين. ولذا يا إخوان كان لها فضل عظيم، اعتق المسلمون بسبب ذلك، بسبب إسلامها وبسبب تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم منها 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. ولذا اعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: انتبهوا يا إخواني من المنافقين، المنافق الذي يظهر ما لا يبطل، يظهر المحبة للمسلمين وهو عدو لهم. هذا عبد الله بن أبي كان منافق، نسأل الله العافية. ولذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الكفار فوقهم، لكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولذا قال الله عز وجل عن المنافقين: هم العدو. المنافق هم العدو فاحذرهم. يقول أنا أحبك وهو لا يحبك، أنا أسعى في مصلحتك وهو لا يسعى في مصلحتك. ولذا قال هذا العدو عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لئن رجعنا في هذه الغزوة، غزوة المريسيع أو غزوة بن المصطلق، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. هذه الغزوة غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق فيها حادثة عظيمة، فيها حادثة عظيمة جدا، وهي قصة الإفك. قصة الإفك، ما معنى الإفك؟ ما معنى الإفك؟ أسوأ الكذب، أعظم الكذب. كلمة الإفك أسوأ الكذب أو أعظم الكذب. هذا قضية الإفك أو قصة الإفك افتراها عبد الله ابن أبي هو وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، فكانت تحمل في هودج
فنزلوا بعض المنازل، ثم أرادوا أن يترحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت، فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت عارتاية، فرجعت تلتمس في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس في أحد، فرحلوا على البعير. الهودج يا إخوان، الهودج مثل قبة، مثل غرفة صغير تركب المرأة فيه، لا ترى لا ترى. هؤلاء حملوا الهودج يظنون أن عايشة فيه، وهي ليست فيه، لأنها خرجت تبحث عن هذا عن هذه القلادة التي فقدتها. فلما حملوه مشى الجيش، سار الجيش، ولما رجعت فإذا الجيش قد مشى وليس في أحد. ولذا عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، ما يعرفون هل هي موجودة فيه أو ليست موجودة، كما يقولون سنها في ذلك الوقت في حدود 14 سنة أو 15 سنة. فلما رجعت وقد وجدت العقد لم ترى بالمنزل أحدا، فجلست بالمنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم، فلم تستيقظ إلا بترجع صفوان ابن المعطل السلمي، وكان قد عرس في أخريات القوم، لأنه كما يقولون شديد النوم، كان شديد النوم فتأخر. وبعضهم يقول إنه كان من عادته للرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى أحد الصحابة في آخر الجيش ليبحث عن المفقودات أو الباقين، لكن الصحيح أنه كان ثقيل النوم نام. فلما استيقظ وجد الجيش قد مشى، ولما مر كان يعرف عائشة قبل ذلك، ولذا لما رآها وعرفها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناخ بعيره فقربه إليها فركبته، ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، فكان الأمر في ذلك كما هو مذكور في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرى من فوق 7 سماوات مما اتهمه به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال من يعذرني من رجل
بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل عليه إلا معي. يذكر صفوان بن المعطل رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وقال: كذبت لعمر الله، لا نقتله ولا نستطيع قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. هذه القصة لكن فيها الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه خلاف بين العلماء رحمه الله عز وجل. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأن قالت: وذلك بعدما أنزل الحجاب. ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عفي عن عائشة في ذلك، فقالت: أحمي سمعي وبصري. وهكذا ينبغي للمسلم يا إخوان، ينبغي للمسلم أن يفعل مثل الصحابيات، الصحابيات الجليلات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة زينب بنت جحش عن عائشة، سألها: ماذا تعرفين عن عائشة؟ ماذا قالت؟ أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يا إخوان ينبغي لنا أن نعلم أن المنافقين دائما يكيدون للمسلمين، وأن الكفار يكيدون للمسلمين، وأن كل ما يحدث لا بد للإنسان يا إخوان أن يعرف أنه اختبار له، لأن هذه الدنيا كلها اختبار. فأنت تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي كثيرا في جسده، أوذي كثيرا في نفسه، حتى قالوا كاهن ساحر مجنون، وأوذي في أهله عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يعمل الأسباب وكان من المتوكلين على الله، ولم يثنه ذلك عن استمراره في الدعوة إلى الله عز وجل. وكان هذا فيه خير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات في آيات تقرأ إلى يوم القيامة. براها الله آيات تقرأ من القرآن الكريم إلى يوم القيامة، وهذا دليل على فضل عائشة رضي الله عنها. ولذا كان يقول أحد الطلاب: كان له صديق شيعي، فيوم من الأيام قال هذا أهل السني للشيعي: يا فلان، أنت تحب أمي؟ قال: أمك من هي؟ قال: أمي عائشة بنت أبي بكر الصديق. قال: أنا لا أحب عائشة. يقول الصديق: قال: وأنا لا أحبك، وأنت لست صديقا لي، الذي لا يحب أمي لا أحبه. ولذا يا إخوان، الذي لا يحب عائشة لا نحبه، الذي يكرهها نكرهه، الذي يكفر الصحابة لا نحبه أبدا، نسأل الله العافية. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في الله حق جهاده. عندنا غزوة عظيمة يا إخوان، وهي كما يسمونها فتح، فتح عظيم. وفيها أول مرة اعترفت قريش بدولة محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا قبل هذه الغزوة لا يعترفون بدولة محمد، ولا يعترفون لمحمد دولة، ولا يعترفون أن هناك دولة إسلامية، وهي غزوة الحديبية. ما هي أسباب غزوة الحديبية؟
وما هي صفة هذه الغزوة؟ أولاً كانت في السنة السادسة في شهر القعدة من السنة السادسة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معتمراً في ألف، نوجلها إن شاء الله إلى يوم السبت القادم بإذن الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.